بلا دراما. جان شو بدنا نعمل اليوم؟ بدي ولعها، انا جاي انبسط هون. اكيد اكيد رح نروح نسهر، بس قبل بدي اعرفك على رمزي بدنا نروح نتعشى معه. اوكي مزبوط رمزي. وجاي سمر كمان. سمر 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 سمورتي سمر، شو عم تعمل هالايام سمر؟ عم بيشتغلوا هي ورمزي سوا. بيو لرمزي صار شريك مع عمو سليم. والله عمو سليم لقى شريك جد؟ تذكر يا سمر قد كنا نتخانق انا وياها وعلى كل شيء، وسبيشالي باك بويز. على فكره جاي معنا فادي فيه الانتيم لرمزي. ازي كيوت؟ ايه كثير بعقد صح. بحب حضان؟ عم فكر بحضان، عم ينبش على حضان؟ ضرب عينه على حضان؟ روقي شو قصتك؟ شو بكي هجنبك لهالهجمة؟ لا تركينا جان. I need someone. عبالي حدا هيك مثلي راسي على راسه واخواتي على اخواته، عرفتي كيف؟ ايه انسي، فادي مش لقلك لأنه عكسك تماما. أصلا عم بيشتغل كمان مع سمر. عن جد؟ حرام. Poor guy. أكيد ضرب عين عليه. في شي بيناتهم؟ لا لا يا عمي، هو شوفارة أصلاً. شوفار تبع سمر؟ You're kidding. شو هالرمزة هيدا؟ حبيته. شفت؟ صار عندك رضا تاني فرد من العائلة. Thanks حياتي، أصلاً كنت عارف رح أخذ رضاها أصلاً يعني. يي أنا على المتواضع. ما خلصنا هلأ love burned. قولوا لي بدنا نولعها اليوم أي ملأ؟ أكيد رح نولعها. برافو. هيدي سمر. هاتي 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 هاتي. الو؟ الو؟ هاي، معك اسيستنت مستر رمزي. مستر رمزي هلا مشغول شوي، عنده ميتينغ. إذا بدك بحكيكي بعدين. سوري؟ مثل ما بقول لك دوموازيل، مستر رمزي هلا بميتينغ ومشغول شوي. إذا بدك في عنده اسيستنت الجديدة. فيها تحكي معك. رمزي صار عنده تو اسيستنتس؟ نعم. اسمها كريستال. كريستال هاي انت؟ غاتشا. شو ما تغيرتي؟ ايه بعدهم بيقطعوا عليك هول. ايه هالمرة مرقت علي صراحة. الحمد لله على السلامة. ثانكس. شو وينك؟ تعي. والله يعني مستر رمزي بكب الشغل على الغير وبيروح بيلعب هو. بس الليلة بشوفكن رح اجي. طيب يلا خدي رمزي. هيدي بنت عمك بتحب المزح. يعني بعد ما بتعرف شيء. Anyway بدي أحكيك بخصوص فادي. شو بيه فادي؟ الليلة شكله ما بده يجي معنا. ليه؟ حكيت معه أنا بطريقة شوي قاسية بركي، ما بعرف، حسيته زعل مني يعني. أوكي طيب خلص ما تعتليها، ما أنا بحلى معه. بس أنت شو بعدك عم تعملي هونيك؟ خلصي لي أخبارك وتعي هلأ، قاعدين كلنا هون سوا وبدنا نشوفك. يلا طيب أوكي باي.